أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر عن إطلاق حزمة قرارات وإجراءات لتعزيز دعم موظفي ومراجعي البنك من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار استلهام البنك للتوجهات الوطنية لمملكة البحرين نحو تشجيع مختلف الجهات على تقديم المزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من جهة، وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي من جهة أخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع الدكتور خالد وليد الغزاوي أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً السماح لموظفيه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الموظفين الذين يقدمون الرعاية لشخص في عائلاتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل عدداً أقل من الساعات يومياً، على أن تكون الخطوة القادمة العمل على إيجاد طريقة تتيح لهم العمل من المنزل، إضافة إلى وضع مسار ترقي وظيفي ومادي خاص بهم. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر. مساء الخير دكتور وليد. بداية، ما هي الأهداف والخطط الاستراتيجية لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا على المداخلة وتحت الفرصة لي للكلام أو لتقديم البنك. بنك الإبداع للتمويل المتناهي الصغر هو بنك أسس عام 2009 بمباركة من لدون صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والمغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. وهو مبادرة من ضمن مبادرات برنامج الخليج العربي للتنمية أج فند، يهدف من خلال بنوك التسعة الموجودة في المنطقة العربية ومن ضمنها طبعا مملكة البحرين العزيزة، العمل على تقديم فرص الإقراض لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة بغية دعمهم والسماح لهم بتنفيذ أفكارهم وأحلامهم وتحويلها إلى أرض الواقع. نعم. منذ إطلاق البنك عام 2009 حتى اليوم قدم البنك ما يعادل 14,000 قرض أو ما يقارب 14,000 قرض بقيمة تتجاوز 15 مليون دينار، ويهدف خلال الخمس سنوات القادمة الخطة الاستراتيجية اللي تم إقرارها مؤخرا إلى الوصول إلى أكثر من 25,000 مقترض خلال الخمس سنوات القادمة. نعم. ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم بقروض تتجاوز قيمتها 25 مليون دينار. نعم. طبعا التركيز في مبادرات بنك الإبداع على ثلاث فئات حسب الرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأيضا رؤية برنامج الخليج العربي ومؤسسة المغفور للأمير طلال. نعم. أولا التركيز على فئة الشباب ودعمهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وبهذا الصدد إحنا الآن بنعمل مع صندوق العمل تمكين على إطلاق مبادرة لدعم إنشاء مشاريع صغيرة جديدة للشباب. نعم. بقروض صغيرة تصل إلى 10,000 دينار للشاب الواحد لإطلاق مشروعه. نعم. أيضا الفئة الثانية هي دعم المرأة البحرينية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل تمكين أيضا، وذلك لتقديم قروض لدعم صاحبات الأعمال المشاريع المنزلية المشاريع التجارية المرخصة السيدات اللي أصلا يمثلون حوالي 68% من عدد المقترضين لدى البنك. نعم، بكل تأكيد طبعا دكتور، في إطار طبعا إطلاق هذه الإجراءات الداعمة لفئة ذوي الاحتياج الخاصة اللي ذكرناها، طبعا هل ستؤثر هذه اللفتة على تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لهذه الفئة؟ عظيم، انت خليتي الكلام من لساني، انا لسه كنت بقول ان الفئه الثالثه. نعم. هي اللي تم التركيز عليها بالخطه الاستراتيجيه الخمسيه القادمه، هي فئه ذوي الاحتياجات الخاصه في محورين. اول محور التعاون مع الجهات المحليه التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصه لتوفير فرص عمل لهم، لان بنك الابداع يرحب بذوي الاحتياجات الخاصه ضمن فريقه، واحنا عندنا مجموعه من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي فعلا حققوا إنجازات عظيمة، ومن ضمنهم آخر إنجاز لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم أخونا الأستاذ محمد الحداد اللي وصل إلى منصب مدير فرع. نعم. جديد بعد ما عمل في الميدان مثل أي موظف عادي وأثبت جدارته. الشيء الثاني والمسار الأهم هو أيضا توفير فرص الإقراض والحصول على تمويل لبدء مشاريعهم الخاصة. نعم. من هنا ومن منبر تلفزيون البحرين بندعو كافة ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة إلى
التواصل مع البنك، لأن البنك يهدف الآن إلى تقديم القروض الصغيرة لهم لتوفير مستقبل وظيفي ومستقبل اقتصادي مناسب لهم جميعا. فإن شاء الله هذه المبادرة ستلقى الدعم الكبير من مجلس الإدارة، أو تلقى أوردي الدعم الكبير من مجلس الإدارة ومن الفريق لغية التحقيق بإذن الله ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، كل التوفيق طبعا دكتور خالد وليد الغزاوي الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. مشاهدينا نواصل النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام بتقدم بنسبة 0.06% مقفلا عند مستوى 1455 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,310,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,671,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 47 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عند مستوى 8,739 نقطة بانخفاض النسبة 1.47%، وذلك في ظل هبوط القطاعات الكبرى في البورصة السعودية. ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض النسبة ربع نقطة مئوية تقريبا، وذلك بتأثير من تراجع غالبية المؤشرات في البورصة الكويتية. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجع نسبته 1.11%، وذلك بسبب تراجع قطاعي البنوك والصناعة. فيما أقفل السوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.72%، وذلك بتأثير من أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض هو الآخر نسبته 10 نقطة مئوية مع هبوط جميع مؤشرات البورصة العمانية. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن منح المملكة عضوية مجموعة العمل المالي فاتف يمثل اعترافا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة. وأوضح الجدعان أن الحصول على عضوية فاتف يعد مؤشرا قويا على صحة الخطوات وفعالية الإجراءات التي اتخذتها المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق ما ورد في وكالة الأنباء السعودية واس. أظهر المؤشر الاقتصادي الفصلي للأنشطة غير النفطية الذي يعده مصرف الإمارات المركزي نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وكان النمو الاقتصادي الكلي قويا حيث شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2% مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2%. وبالإضافة إلى ذلك، سيستمر النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو دبي 2020. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين العالميين على أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري والهرنجة الأوكرانية بعد أن تفوق أداء كل من العملتين مقابل تقلبات عملات الأسواق الناشئة. وأوضح تقرير نشرته الصحيفة أن الجنيه والهرنجة ارتفعا بنسبة 6% و5% على التوالي مقابل الدولار منذ نهاية يناير الماضي، ليقدما عائدا ثنائي الخانة على أدوات الدين المقومة بالجنيه
العملتين، وأشار إلى أن ما يجذب المستثمرين في الأساس هو قدرة تلك العملات على الثبات في وجه المخاوف التي عصفت بالأصول الأخرى خلال العام الحالي. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. هواوي تخطط لتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس في الفلبين. وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا جديدا إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكدا أنه لن يكون من الممكن إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكسيت في خثام قمة عقدتها الدول 27 في بروكسل. وقال الرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي أنهم مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجددا، وفقا لوكالة فرانس بريس. دعت صحيفة الشعب الصينية الرسمية الولايات المتحدة للتخلي عن عقلية الفوز مهما كان الثمن، وأن تضع في الاعتبار مصلحة مواطنيها والمجتمع الدولي كذلك، بدلا من شن حرب تجارية على الصين. وحثت صحيفة الحزب الشيوعي الصيني الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم على جميع السلع الصينية، مشددة على أن السبيل الوحيد لتسوية المسائل التجارية من خلال حوار على قدم المساواة. وتجددت آمال استئناف مفاوضات التجارة بين بكين وواشنطن قبيل اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في اليابان، حيث يشارك الاثنان في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الأسبوع الحالي. شهد معدن الذهب قفزة حادة في الآونة الأخيرة ليصل إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات بعدما تجاوز 1400 دولار للأوقية. وتعززت مكاسب الذهب مع إشارات اجتماع الفيدرالي الأخير التي دفعت السوق لزيادة فرصة تيسير السياسة النقدية في الشهر المقبل إلى 100%. وحصل المعدن الأصفر مكاسب تتجاوز 48 دولار أو 3.6% في الجلسة التالية لاجتماع الفيدرالي مباشرة، مسجلا أعلى تسوية منذ سبتمبر 2013. كشف المشغل الفلبيني جلوب تيليكوم مجموعة هواوي الصينية بتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس بهذا البلد في سابقة بجنوب شرق آسيا، رغم اتهام واشنطن المجموعة الصينية بالتجسس. وتشتبه الولايات المتحدة باستخدام الصين منتجات هواوي للتجسس على حكومات أجنبية، الأمر الذي تنفيه هواوي. وتحت شعار حماية الأمن القومي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي منع المؤسسات الأمريكية من بيع معدات هواوي، مع منح المجموعة وشركائها الأمريكيين مهلة 90 يوما لمعالجة الأوضاع.